كلمة وحكمة اليوم وكل يوم من صوت الإنجيل. طوبى لكم إذا عيروكم واضطهدوكم وقالوا عليكم كل كذب من أجلي. سروا وافرحوا، إن أجركم في السماء عظيم، هكذا اضطهدوا الأنبياء من قبلكم. متى 5:11-12. نصيبك إذا ثبت على الحقيقة هو نصيب كل واحد قبل يكون له مطرح ودور بمسيرة خلاص الإنسان. أجرك عظيم مثل أجر كل واحد قبل يكون له نصيب ودور بتدبير الخلاص، بيقول لك يسوع كل اللي بده يقبل يكون له مطرح بتدبير الخلاص بده يقبل مثلي، يوصل للآخر، يمرق بالموت تيوصل للقيامة. مطرحك مع كل هودي الكبار، مع كل هودي الكبار اللي ما خافوا من الموت لأنهم بيعرفوا أنه الحق هو حياة وأنه الحياة ما بيغلب الموت لأنه يسوع إلهك. هالإنسان هو الحياة، وأنت حط إيدك بإيده وآمن بالحياة لو شو ما كان، وساعتها تفرح معه وبتعيش معه وبتكون معه. بدك؟ أكيد بدك، وليش لا؟ كلمة وحكمة اليوم وكل يوم من صوت الإنجيل.